طبقا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية في إطار المسح الشامل لمناطق الظل، كلفنا السيد رئيس المدير العام لمجمع صون أثراك السيد توفيق حكار أولا في إطار لجنة مختلطة أولا لإحصاء هذه المناطق الظل والعمل مع السادة السلطات المحلية لاختيار ما هم المشاريع التي هي ذات منفعة عامة على مستوى هذه المناطق. واليوم تواجدنا في ولاية ورقلة سننجز إن شاء الله 4 مشاريع. هناك مشروع أول يخص بالإنارة العمومية لـ30 نقطة إضاءة بالطاقة الشمسية و3 مكتبات للقراءة إن شاء الله.